صافي راه طالت هو يا شيخ ايوا لا ايوا بس هاي المجلس العام لقيادة الثورة في حلب يقوم بتزويد مشفى دار الشفاء بعد إعادة تأهيله بالفرش والبطانية وتعاون مع تنسيقية المغتربين الحلبية إن شاء الله. العدد؟ العدد حاليا مبدئيا 100 فرشة، 150 فرشة و 150 بطانية. حاليا نحن طالعين لنوصل المجلس العام بكتفي بس بتزويد المشافي الميدانيه اللي امبارح كمان قمنا بتزويد نازحين الاسر المنكوبه، قمنا بتزويد المشفى اللي نقلوا فيها المرضى النفسيين ومرضى العصبيين اللي نقلوهم على دار العجزه بهنانو، يعني قمنا بتزويدهم كمان فرشات وبطانيات ان شاء الله نقوم بتامين لهم تدفئه يعني من